اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع بعض في الاستوديو التحليلي. وجمعة عدنا دلوقتي في الفقره التحكيميه علشان نستعرض ابرز حالات اليوم، ونروح لخبيرنا التحكيمي كابتن احمد الشناوي. يا كابتن اهلا بحضرتك ومنورني دايما. اهلا بيك يا ادهم، ومتشكرين على الكلام الحلو ده. ده اللي حاجه يا كابتن، ودايما يا كابتن بنتعلم من حضرتك. والنهارده في حالتين كده اكيد هيكون فيهم شرح كبير، ونروح للحالات. النهارده ماتش الاهلي والاتحاد اللي دايما بيكون فيه اثاره وفيه اهداف كبيره. كان بيقود اللقاء تحكيميا كابتن محمد معروف، اللي عمل لقاء رائع جدا، كان بيساعده شريف عبد الله مساعد اول، وعدي عيب مساعد ثاني، احمد حمدي حكم رابع، واللي على الفار كان موجود عبد العزيز السيد، وبيساعده محمد عباس قبيل. وقبل ما نروح يا كابتن الحالات، عندك اي تعليق على الطاقم؟ بس خلينا بس قبل ما نبتدي الحاله نقف بس كلمه واحده. نجاح المباراه في اداء التحكيم النهارده ايه هو؟ الحكم يحتسب، الفار يؤكد. ده عنوان يا كابتن الماتش النهارده، خدت بالك؟ حكم يحتسب والفار يؤكد. اذا النهارده يعني عايز اقول هو ده النجاح. وكان في سرعه في قرار الفار. ما فيش سرعه، ما خلاص فار بياكد له يعني ما كانش في مماطله في الموضوع، ما فيش بقى يروح يشوف وبنرجع. طبعا لما بنشوف كده انا ببقى سعيد جدا بالاداء التحكيمي. اول حاله هنا، هل في يعني لمسه يد؟ طبعا لعيبه الاهلي بيتكلموا، لكن هنشوف الاعادات اللي بتبين. طبعا الحكم لم يحتسب، والفار اكد صحه ليه جايه زي ما انت شايف في فخذ اللاعب في رجله من فوق. فطبعا هنا خلاص اهي، وحتى هنا معروف هايل يا كابتن، مكان محمد معروف هايل في الملعب طبعا. لا واقف وشايف، وخلي بالك ما دام لديه رؤيه يبقى لديه قرار. اوكي، اول حاله قرار بس سليم من كابتن محمد معروف بالزبط. وكمان الفار اكد له على القرار بالزبط. شوف الحاله الثانيه، احتساب ركله الجزاء. شوف معروف فين، بص معروف فين، زاويه عنده، زاويه شايف في رؤيه قدامه واضحه من المكان ده. شوف حسب هو بقى، طبعا واضح ان هنا في الصوره مش في دهس الوش. بص جاي ازاي عشان نشوف. بص طبعا القدم خلاص ده دهس على القدم، اعاق حركه القدم اللي هتتحرك عشان يلعب. يعني دي ضربه جزاء نسبه 100%. هنا بقى تيجي تقول لي كان فيه هجوم واعد وياخد انذار؟ لا، عشان خاطر النهارده في محاوله لعب الكره او التنافس على لعب الكره. روح للحاله، نيجي هنا الحاله دي، هنا في اللعبه دي احتسب ركله الجزاء، في هذه اللعبه احتسب ركله الجزاء، مش في اللعبه الاولانيه بتاع الكهرباء، خدت بالك؟ يعني الناس كلها عينيها راحت مع الكره الاولانيه يا كابتن، وبصت على الكهرباء. لا هو احتسب، الصفاره اطلقها على اللعبه دي وليست، وهي خلي بالك تعتبر نفس اللعبه، دهس على القدم برضه زي بتاعت الحاله الاولانيه تماما. هو هنا معروف كان قريب جدا، بص شوف القدم داس ازاي، هبان في الكادر الجاي يا كابتن، بص ده ازاي يعني الكره دي هنا مفيش حاجه. ايوه مش دي هي التانية. دي يعني خلينا بس نقول حاجه، الفار بيشوف ما هو احتسبه صح ام خطا، فلقى ان اللعبه دي ايه صح اللي هو هيصفر عليها، مش هيدور على التانية بقى خلاص، ما هي دي ركله جزاء والتانية هتبقى ركله جزاء، مش هيدور على بتاع الكهرباء صح او غلط، ملاش دعوه. يعني بتاع الكهرباء هو ما بصش على دي، هو احتسب على الدهس في الكره الثانيه بالظبط، اللعبه الثانيه وليست لعبه الكهرباء. والفار اكد له على الفار اكد له، وهي فعلا زي ما احنا شايفين واخد الرجل بالشكل، يعني ضربتين الجزاء الاثنين بنسبه هنا اللعبه دي. أوكي. لو تلاحظ ان هي جايه، طبعا المسافه والضيق والحاجات دي كلها اللي بيتقال عليها، ان بيقول لك ده جت في الايد، ده هي جت في ايد المبلول الاول وبعدين جت في ايد واقفه بين ايدي الاثنين، بين الاثنين. لا وجت في ايد، بص اكرم ايده فين؟ ايده جوه جسمه، جايه في الحته اللي هنا هو جوه جسمه. اذا لمس اليد مش موجوده ولا يعاقب بلمسه يد، لكن تبقى ركله جزاء. حالات الطرد يا كابتن اللي كانت موجوده النهارده المبولولو في اللقاء بالظبط. هنا بقى يعني انا عايز اقول، شوف الحكم ادى كارت احمر على طول، الفار اكد له، هي دي. بص بقى اللعيب اللي جاي بالسرعه دي بالقوه دي، اذا القوه بقى لان في سرعه باندفاع وراح باسفل القدم وفي هذا الشكل ودخل بالشكل ده. الشيء الجميل في يعني رغم الطرد، طبعا طرد مستحق، بص داخل فين، بص داخل ازاي، خلاص دخل في الرجل بالشكل ده، الطرد مستحق وخلاص. طبعا الشيء الجميل يعني ما فعله ما بلولو انه راح واطمأن على ايدي الرياضه بالظبط، ايدي الرياضه هي دي بالظبط، هي دي يعني انا بقول ده العنوان اللي احنا نكتسبه النهارده في مباراة مش مسألة ان فريق كسب ثلاث نقاط وفريق ما كسبش ولا نقطة، لا الحالة هنا الانذار، طبعا الانذار هنا مستحق، اللاعب طبعا بص داخل من الخلف
بالشكل ده بعتقد طبعا في قوة يعني تهور في الالتحام. مش بص داخل ازاي، بص داخل ازاي في الرجل من ورا بالشكل ده. فطبعا هنا الانذار مستحق وقرار الحكم يعني النهارده معروف، عمل مباراة يعني تعتبر من المباريات الجيدة، خاصة في ظل الجدل والتحكيم اللي كان بنشهده في الفترة السابقة. كابتن من رقم واحد النهارده طاقم التحكيم كام من 10؟ لا النهارده طاقم التحكيم عايز اقول ان هو نجوم المباراة. رقم يا كابتن كام من 10؟ لا ما بديش ارقام، نجوم المباراة. ماشي يا كابتن شناوي، شكرا ليك جدا يا كابتن، نورتني حبيبي. شكرا لحضراتكم، دي كانت نهاية الاستوديو التحليلي، الى ان نلقاكم في استوديوهات قادمة، نترككم في رعاية الله، سلام.